والدي خرج من المعاش وضع المال في البوسطة، وهو يعني الأخت الفاضلة تقول بأنه هيجهزها، يعني سيعد لها جهاز عرسها من هذا المال. إن كان تجهيز والدك لك من أصل المال، رأس المال الذي خرج به من المعاش وهو مال حلال، فلا حرج عليه، لا حرج عليه. لكن الفوائد هي اللي فيها الكلام عند جماهير العلماء القدامى والمعاصرين. إنما إن كان تجهيزه لك من رأس المال اللي خرج به من المعاش فلا حرمة فيه ولا شبهة إن شاء الله تعالى، ما دام أصل هذا المال حلالا من عمل حلال بفضل الله عز وجل. والفوائد اللي تخرج دي يعني إن كان أي عمل من الأعمال الدونية فلا حرج أن يوضع هذا المال في هذه الأعمال. يعني لو حضرتك مثلا في الشقة عندك بتجهزي مثلا الحمام أو أي صورة من هذه الصور، فلا بأس أن يوضع هذا المال في هذا الجانب. إنما التجهيز من أصل المال فهو جهاز حلال، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لك الزواج وأن يرزقك الزوجة الصالحة إن شاء الله.